هنختار دلوقتي مع الكابتن طارق العشري تشكيل الموسم، تشكيل افضل لاعبين في هذا الموسم، ونبدا مع الكابتن طارق. الكابتن عمال يكتب لان احنا عايزين نقول اسم اسم كده ومفاجآت للناس. يعني حارس المرمى عواد اول حاجه، محمد ايه عواد ومحمد بسام الاثنين صراحه بيتنافسوا. هيبقى في واحد على الدكه يعني، هنحط محمد عواد ونحط بسام معانا. يعني انا بصفه الكلين شيت محمد بسام. محمد بسام. طب انت عايز مين اساسي؟ بسام اساسي. نخلي محمد بسام اساسي في حراسه مرمى تشكيل كابتن طارق العشري. خط الدفاع هتلعب الاول خطه ايه؟ ب 4-2-4-3-3 4-3-3 ماشي. ثنائي الدفاع السنتر باكس زولا زولا باك رايت زولا باك رايت هتبدا من باك رايت الاول ماشي بالظبط. يبقى زولا باك رايت الوينج والوينج والزناري وزناري وفتوح وفتوح تمام. يبقى الوينش زناري فتوح ده خط الدفاع اللي قدام محمد بسام في تشكيله كابتن طارق العشري. هنمشي واحده واحده عقبال ما تنزل لنا على الشاشه. احنا قلنا الوينش يا كابتن وزناري الزولا والوينش والزناري وفتوح. فتوح زناري مكمل مع الفرقه برضه؟ مكمل. زناري كان عنده عروض برضه كويسه عنده اهلي وزمالك. ولد صغير برومسنج في المكان ده لما هيكتسب خبرات هيبقى هايل كان بشكل كويس جدا. ماشي. الثلاثة اللي في النص. نص الملعب مهند لاشين. مهند لاشين. وإمام عاشور. إمام عاشور. وعمرو السيسي. وعمرو السيسي. ماشي. بتحب لعيبتك يا كابتن طارق. بتحب لعيبتك. بس هم لعيبة مميزة بصراحة برضه. أنت عارف أنا مبسوط أنت بتحطهم ليه؟ عشان ممكن ناس أو يعني ضيوف اخرين ممكن ما يحطهمش بس هم بصراحه يستحقوا يعني. عمرو السيسي وامام عاشور ومهند لاشين. وبعدين عندنا ثلاثي الهجوم من ناحيه اليمين زيزو ماشي وراس الحربة جون ابوكا جون ابوكا وناحيه الشمال ابراهيم عادل. ابراهيم عادل حلو ماشي الكلام. مختلف مع مين في التشكيله دي يا احمد؟ ممكن تبص عليها في الشاشه عشان لو نسيت. هم الثلاثه اللي قدام هيحطوهم دلوقتي يعني انا ممكن ما اختلفش مع الكابتن طارق غير لا ما براحتك دي وجهه نظر الكوره يعني في الباك ليفت ممكن احط محمد حمدي. محمد حمدي تمام. والباقي كله تمام. الباقي كله مش عايز تحط اشرف بن شرقي؟ لا ما احنا بنتكلم على ماشي. يعني خلي يعني المكملين ماشي خلينا المكملين. طب نحط على الدكه بقى. حلوه الدكه دي عشان يبقى عندك اسماء كتير عايز تحطها يا كابتن طارق. تحط مين على الدكه؟ الدكه هيبقى حراسه المرمى عواد. عواد وبعدين هيبقى ظهير ايمن احمد توفيق. احمد توفيق بيراميدز. في بيراميدز ماشي. احمد توفيق ماشي. علي الفيل وياسر ابراهيم. وياسر ابراهيم وعلي الفيل. وعلي الفيل ومحمد حمدي. ومحمد حمدي بين عندك في 3.5 ملعب ديانج. ديانج السولية. دونج السولية و ناحية الشمال افكرك انا في احمد رفعت واشرف بن شرقي ومصطفى شلبي. ما هقول لا انا بتكلم عن نص الملعب. نص الملعب لسه في نص الملعب. عبد الله السعيد. عبد الله السعيد ماشي. بعدين ناحيه ابراهيم عادل احمد رفعت. احمد رفعت. احمد عاطف. احمد عاطف و احمد سمير. ومين؟ احمد سمير. احمد سمير ماشي. اخر واحد احمد سمير. تشكيله حلوه. تشكيله حلوه. تشكيله دفع عليهم تراوري بتاع بيراميدز. بلاتا تراوري لاعب رائع. لعيب رائع. لعيب رائع. ده وسط ملعب لعيب هايل يعني اوروبي. لعيب هايل اوروبي. بلاتوري يعني من اللعيبه في في المكان ده في مصر. وليد الكارتي كمان في بيراميدز. وليد الكارتي. الكارتي لعيب من اللعيبه الكويسه جدا. ممتاز جدا. كابتن طارق انتوا خلصتوا دونجا من اللعيبه الكويسه. انتوا خلصتوا محمود وحيد خلاص. خلاص خلصت محمود وحيد. مين تاني من اللعيبه اللي انتوا خلاص ضمنتوا ان هي معاكم؟ في كابو ده لعيب بتروجيت وسط ملعب مهاجم. في جهل الشرقاوي من دمنهور سترايكر. يعني دول ابرز الناس اللي احنا فعلا خلصناهم خلاص. ومحمد شريف هتحط خلص. وشريف برضو هتحط.
انا من كلامكم كابتن طارق واحمد وانتم كمان محمد حمدي، ومحمد حمدي المفروض فري يعني قعده يخلص مع بيراميدز، فكرتوا فيه؟ يعني هو عشان النقله كبيره زي دي محتاج انه يفكر. ايوه عشان الارقام يعني عشان الارقام، الارقام كبيره. فانا اخوه بيلعب معانا في الـ انا علي حمدي ده اخوه بيلعب معانا في طيب الـ مين من لعيبه الاهلي والزمالك عينك عليهم؟ اللعيبه اللي ممكن تخرج يعني بتحب انه يبقوا موجودين في فرقتك وتخش في مفاوضات عليهم يعني عشان تدعم الفريق الفتره اللي جايه؟ زي مين مثلا؟ في لعبة كتيره جدا في الاهلي والزمالك بس يعني زي ما بقول لك خلينا نتكلم بواقعية. عشان يجي فريق طلائع الجيش انا ليا متطلبات في اللاعب اللي يجي. نمره واحد يبقى حابب ان هو يتواجد ضمن المنظومه. ما فيش شك طبعا اللاعب اللي بيعمل نقله من فرقه كبيره عشان يوصل لفرقه اقل فما فيش شك طبعا بيحصل. لا انا اقصد لو لعيب النادي نفسه انت اكيد بتبقى حاطط عينك عارف ان اللعيبه دي الاهلي او الزمالك ممكن يحركوهم في السوق سواء على سبيل الاعاره او البيع، وانت مش تاخد من الاساسيين. انا متفهم ده يعني مش مثلا انت ممكن تكون حابب عمرو السوليه جدا بس عارف انه مش هيسيب عمرو السوليه، لا الاهلي هيسيبه ولا هو هيبقى عايز يسيب. انت بتبص عمر من القوام الرئيسي اللي هو بيتكلم فيه بالظبط هيجي تمام، لكن هو بيتكلم مثلا ممكن تتكلم على صعيد الشباب. في صعيد الشباب في محمد اشرف عجبك ظهير الايسر. في رأفت بتاع الشباب برضو، رأفت خليل. رأفت خليل صحيح. محمد محمود طبعا في الشك لعيب جيد جدا جدا ربنا يبعد عنه بس الاصابات، لعيبه من اللعيبه الجيده جدا من الناس اللي تقدر تعتمد عليهم بشكل كبير ويعمل لك اضافه. مين من الزمالك تحب تشوفه او يعني ممكن الزمالك في الواد اسامه فيصل لما يرجع برضو من اللعيبه الجيده جدا. في عمر السعيد برضو من اللعيبه الكويسه جدا. في رؤى من لعيبه برضو كويسه. يعني دول طبعا انا سعيد طبعا بامام لان امام احد ولادي اللي كان معايا في حرس الحدود طبعا وتوظيفه في نص الملعب طبعا. صراحه انا ما توقعتش ان هو ينجح في المكان ده بشكل كبير جدا لان هو اصلا طرف شمال جناح بالظبط، فكون ان هو ينجح ده طبعا صحيح. يعني اضافه لامام بشكل صحيح. كويس صحيح. واضافه طبعا للتوظيف صحيح.